السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. ان شاء الله بهذا المقطع راح نجرب ال 120 فريم. نعم، ال 120 فريم حاليا اللي نزل على اللعبه، يعني لعبه بوجو موبايل صار بها خاصيه ال 120 فريم. نشوف ايش قدامكم شباب. حاليا راح ندخل الاعدادات، وندخل على الاعدادات حاليا، بعدين نروح على الرسومات والجرافيكس، بعدين هاي مكتوب اس اكستريم، هاي مكتوب الترا اكستريم. اكستريم مستحيل هاي تطبيق حاليا يا شباب. خلينا نسوي تطبيق. طبعا شوف هذا المقطع مصور، تشوفون 120 فريم. طبعا شباب اشتركوا بقناتي وانطوني لايك واكتبوا بالتعليقات ايش رايكم بالمقطع الخرا هذا. تشوفون 120 فريم، ونقدر نسوي 115 ونقدر نسوي 110. شوفوا هاي 115 وهاي 110، مستحيل، بس هي 120 احسن شيء. تشوفون شباب قدامكم هذا الجيم حاليا دخلت دا جربه، مثل ما تعرفون انا ما شايف شخص، ما شايف 120 فريم شلون صاير على الجوال، يعني بس على لعبه كود موبايل ولعبه بس يمكن بس لعبه كود بها 120. تشوفون شباب حاليا راح ننزل على هذا المكان، يعني مثل ما تعرفون انه انا كشخص محترف جدا ما يصير ابقى يم الوعيب، لان كسره متكسر. طبعا هاي الشغله ممنوعه، راسلوني شركه ببجي قالوا دير باك تواجه ناس، يعني انا الوحيد مره جيم واحد قتلت فيه 99، مستحيل 199 واحد. طبعا شباب هذا الالي الالي تشوفون بعد شلون يقمص، مستحيل شكله يهبل. ولكن شباب الالي يذكرني بالديناصور، ولو الديناصور احلى بالف مره، ولكن يذكرني بالديناصور. بعد يضرب صواريخ، شوف حيضرب صواريخ شباب، باو يضرب صواريخ، ولكن شوية الصواريخ مو حلوة الصراحة، يعني لو يضرب صاروخ صاروخ مو أحلى من صواريخ هواية. بس شو نسوي هذا السخيف اللي سوى الماب هذا؟ طبعا رقدته كلش سريعة، كلش سريعة. تشوفون حاليا شباب راح نضرب هنا، ما دا أحس اكو فرق بين 120 فريم شباب. يمكن كلاوات، والله يمكن كلاوات، ما اعرف الصراحه، ما قاعد احس. ولو يمكن عمود واني بوت، مثل ما تعرفون البوتات ما يحسون بالفريمات، انا ما احس باي شيء. تشوفون خلينا ندخل جوا ركض، ما احس اكو 120 فريم. هي اكو 120 فريم بس اقصد ما احس بيها، يعني ما اعرف شنو الشيء الغريب. هاي اكو لاعب هنا بحش باب، هذا 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 من اقوى اللاعب في العالم. باقي قدام ايش راح اسوي بيه؟ بابا كسرت كسر، بابا مستحيل كتل بعد ما ميت. خلينا نرجع نجعصه، قتلته مستحيل، عشان قتلته شوف مستحيل محترف. واجهني طبعا شباب تشوفون فلش كل ثلاث اليات، اقعد مو محترف انا. اكو واحد فوق السطح، خلينا نصعد له. اكو واحد فوق السطح، خلينا نصعد له من هنا. تعال من هنا، خاشين مضرطه، خليني اقص المقطع احسن لنا. با شباب راح اصعد له انا هسه حاليا، راح اصعد له واجهه فلشه تفلش. لا تنسوا لايك واشتراك يا شباب. هاي انا باش راح اسوي بينا من انا والديك ساك ساك تضرب بي ام 4. هاي من انا حلو قتلته. طبعا شباب حاليا انتهي المقطع، لان مثل ما تعرفون انه من يقتل ناس، وهاي ما اقدر اكمل المقطع لان حتى ما يعتبر تكبر.